عم بتدوب عيوني شو عامل فيك الوداع يا خوفي تصدب ظنوني وانطر بعمر الضياع وعينك عم بتدوب عيوني شو عامل فيك الوداع يا خوفي تصدب ظنوني وانطر بعمر الضياع عم بنده من قلبي رجاء 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 حنا يا حنا يا قطر الندى يا شباك حبيبي يا عيني شياب الهوى نتذكر شو نسينا تعال نتذكر بلكي بتقدر شوي ذكريات تشفينا كبرنا واخدتنا الايام شردنا وسرقتنا الاوهام مرت هالوجع علينا تعال نتذكر معي شوي شو قسي الزمان وشد علي ما عندي شمس انا صرتي عمر بالفاي بدي احكي مع الاستاذ يوسف بانه غرفه والله ولا بغرفه يعني ساكنين على الاسطوح مثلا لا دمك خفيف ها ولا ما عندنا حدا بهالاسم افتح الدفتر وتاكد منه عم اقول لك ما عندنا حدا بهالاسم عم اقول لك افتح الدفتر لا يا سيدي ماني فاتحه يعني نطلع عندك وافتح الدفتر بايدي انا روح نزل ايدك بالعكس روح اتعلم من والله ما بعرف يا استاذ، جاي تبلانا الافندي عند الصبح خير يا اخي شو طلبك؟ قل لي انا المدير هون خيركم حاطين موظفين لا بيحترموا حالهم ولا بيحترموا الصبايا يا اخي قل لي شو مشكلتك خير؟ على شو عم تسأل؟ وعم تغلط ها؟ يا اخي لحظة إذا سمحت يا عمي يا استاذ عفوا إذا سمحت قل لي خير شو مشكلتك؟ عم نسأله إذا في واحد نازل عندكم اسمه يوسف قصدك يوسف المصري؟ هاي طول بالك استاذ، يوسف المصري ترك الاوتيل هو ومدامته من يومين تركوه؟ وين راحوا؟ لوين يعني؟ رجع على بلده تعرف عنوانه؟ والله ما في بالعاده الزباين يعطونا عنوانهم قبل ما يغادروا الاوتيل، لا تأخذنا استاذ، الموظف ما له غير يومين لسه جديد الظاهر انتو كلياتكم هون جداد طول بالك يا ابني طول بالك حاضر استاذ هاي دكتور ايه الاخبار؟ اطمنوا اطمنوا مبروك العمليه نجحت يا من تحريم كريم يا رب يا من تحريم كريم يا رب اخبيش عليكم، العمليه كانت خطيره جدا بس الحمد لله. الحمد لله. طيب احنا هنقدر ناخده ونرجع على مصر امتى؟ مصر؟ لا، الولد على الاقل لازم يفضل 3 أسابيع تحت مراقبتي في المستشفى. 3 أسابيع؟ لازم اتاكد من زوال الخطر قبل ما اخرجه. طيب امتى نقدر نشوفه؟ مش قبل 5 ساعات. انا من رايي تنزلوا على الاوتيل ترتاحوا وتيجوا بالليل. مبروك مره تانيه. الله يبارك فيك. ألف حمد وشكر ليك يا رب. اديني اديت اكلم ماما. استني يا رجاء يا بنتي، استني يا حبيبتي. طب اديها لي يا ماما، اديها لي. اتفضلي يا ستي. ايوه يا بابا، كمال كويس؟ الحمد لله يا حبيبتي كويس. بيسلم عليكي قوي قوي، وكمان بيسلم على رجاء الصغيرة. طب وانتوا جايين امتى؟ لسه مش باين يا حبيبتي. اديهالي بقى، اديهالي يا يوسف، حبيبتي وحشتيني وحشتيني. وانت كمان وحشتيني يا ماما. لينا فتحية ما تسمحليش اكل شوكولاتة ولازم اغسل سنيني مع اني انا لسه صغيرة. اسمعي الكلام يا رجاء، قوليلي خاله جنبك؟ ايوه يا ماما. ايوه يا حبيبتي. شريف ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ دلوقتي بقيت كويس لما اطمنت على كمال، ربنا يحميه. اسأل لما كنا نلعب هون بالطابة. اي والله تذكرت، تذكرت وقت ما كنت ترضى تعاد جولات وتهدد ولاد الحارة انه اذا انت ما كنت باللعبة بدك تشق له بالطابة. بس ولا مرة شقيتها. اي ما شقيتها لانه لعبوك، لو ما لعبوك كنت شقيتها. شباب بسم الله الرحمن الرحيم. لك وين رحت؟ شحتونا العمى. شوف لك عزو، انا كنت تاركه بس طالما طلعت بوشي ما راح اتركها. لك شحتونا، لك سيبوا سيبوا، ما وقتها هلا. انتبه علي منير، صحيح انا حرامي بس ماني خسيس وندل. فكر فيها مليح. فما عزو، اذا الواحد وسع كل اموال الدنيا ما بتنطفوا. فهمت؟ دكتورة دير بالك على حالك منيحة. انت دير بالك على حالك. ما بدي وصي، بتطلع على بيت ابو الميش وبتشوف اذا نورا ويوسف عم يجوا ولا لا. فهمت عليك، لا تاكل هم، كانك موجود وزياده. اكيد اكيد. بس هيك خلي هدول معك. شو هدول؟ قرشين بعينوك. شختوره انا ماني محتاج، الحمد لله معي قرشين بيض بكفوني. خلص انا من حالك. انت مسافر، انت مسافر. لك ما عليك ما عليك، انت ماشي كتر خيرك. هات الشنطه. ليش الشنطة؟ خلاص رح روح لحالي، ما في داعي تروح معي. لا يا شختورة شو تروح لحالك؟ بدي وديك اكشف لك الطريق على المقلية. يلا شرف شرف، روح لا تفكر. أنا آسف أوي يا كمال يا حبيبي على كل دقيقة قضيتها بعيد عنك. المهم يا بابا أنت وماما تكونوا مع بعض. يا حبيبي ما تتكلمش كتير، الكلام مش كويس علشانك. أخت رجاء وحشتني أوي. رجاء بخير يا حبيبي، وأنت كمان بخير. أنا مش طالبة من ربنا أكتر من كده. يلا يا بطل شد حيلك بقى عشان تسافر مصر وتسلم لي عليها. اصل مصر وحشتني قوي. سألك وين رايح؟ بتقول لهم أنا شغيل لأبو إياد وبالعلامة هي شنته. هي حرام، اكلك وشربك بيوصلوك لعندك. طلع لفوق ما في، يخرب بيتي يا ماشي. فهمت؟ اي مرحبا. أهلين دكتور. كيفك يا خالتي؟ الحمد لله. خالتي أبو الميش، هذا الدكتور مدير المشفى. أهلا وسهلا. قالوا لي إنك زعلانة من هالدنيا يا خالتي. مش أنت راضيان عنها؟ يعني الحمد لله، هيك وهيك، بس الواحد منا إذا بده يعيش بده يتحمل كتير. هذا إذا واحد بده يعيش. غلطانة يا خالتي، ربنا خلقنا لحتى نعيش، مو لحتى نقتل حالنا بإيدنا. عيش، مين قال لك ما تعيش؟ أبو الميش كان أكبر صياد على هالشط، هلا وينه؟ وينه يا نورا؟ أبو الميش عم يستناني، حرام، خلوني روح، خلوني روح. خالتي أنت بمشفى حكومي، انت بمشفى مجاني، بيجوا الناس الفقراء لحتى يتداووا بالمجان، لحتى يعيشوا، لحتى يشفوا. اصلا هن جابوني غصب عني لهون، انا ما كان بدي اجي من الاول لهون، انا عملوا خذوني على بيتي، انا بدي اموت ببيتي. لا هيك ما بينفع ابدا، اذا انت ما بدك تتعافي في ناس غيرك اولى بهالغرفه اللي صار لك فيها 15 يوم. خلص هلا بترك، هلا بطلع وبترك للناس اللي بدهم يعيشوا. ان شاء الله خالتي، ان شاء الله. يا خالتي حرام عليكي، انت بتعرفي انه اللي بيقتل حاله بيروح على النار؟ بعرف بعرف. يا خالتي نحن شو بدنا نساوي لك؟ بدنا نطعميكي شوية شوربة ونسقيكي شوية مي. ما بدي، مش عبالي. اليوم بتقيموه للسيروم وبتطعموها غصب عنا، يا هيك يا اما خلوها تموت ببيتها، هوني مشفى مو تابوت. امرك دكتور. كثير كويس، تفضلي. دكتور مشان مريض كله، مريض راسي مرض صحي. عفوا دكتور، ممكن؟ لا تخافي يا آنسة، أنا تقصدت كون قاسي معها لأنه حالتها بلشت تتراجع بشكل ملحوظ، وضغطها ما عم ينزل، وجسمها ما عم يقاوم، حتى الغذاء اللي عم تاخده عن طريق السيروم ما عم يتقبله جسمها بشكل صحيح. هلأ صار دورك يا آنسة لحتى تبذلي كل جهدك قبل ما يفوت الأوان. شو يعني؟ اطمني اطمني، ما راح نطالعها من هون قبل ما ترجع لحالتها الطبيعية. بالإذن. يا حنين انت، يا حنين. رجاء مع خالها وستها، يعني انت ما تخافش عليها، انت خلي بالك من نفسك ومن صحتك. انا شايف ان كلام كمال منطقي جدا. ايه اللي انت بتقوله ده يا يوسف؟ الله يخليك يا ماما. بص يا سلوى، انا بكره ان شاء الله هحجز لك على اول طياره نازله مصر، وانت هفضل هنا مع كمال، وان شاء الله هرجع بيه مصر. انا مش هنزل مصر من غيرك، ولك شباك شباك شوف شباني والله انطوش راسي من صوت هالمكان. بترى ما بتطفى؟ لا ولك شو مجنون انت؟ كيف بده يمشي الببو؟ شو الجرادي؟ قال لي شوف جرادين هون لسه جردون احمر من هون وجردون احمر من هون. ليك شختوره نقبلها، انا فهمتك وبعض فهمك من الاول. اعطيني عنوان الزلمه اللي رايحين لعنده. مشان شو بدك عنوانه للزلمه؟ بركي قريت البخره من جرادي، بركي صار لك شيء، بدك كان يضيع بالبحر. لعما بعيونك على هالفاول. إذا ما بيقدر يجي كان لازم يبعث حدا يطمنك عليه. بتعرفي عنوانه بمصر؟ لا ولا تليفون ولا شيء ولا شيء. ما بتتذكري وقت مرة عطانا اياه لحتى نسأل عنه بمصر وقلنا له ما في داعي لأنه كان كثير منيح بقلبي. إن شاء الله إن شاء الله يطلع منيح. لازم تروحي تدوري عليك، أنا خايفة عليك كتير. وأنا خايفة كتير عليك، رح جن، والله رح جن. رجعي قوية لحتى حملك هم، رجعي مثل الأول يا أمي الله يخليكي، لحتى أحكي لك قديش أنا خايفة ومرعوبة. قديش ما عم نام، قديش عم شوف منامات بشعة وخايفة يكون راح وبباله ما يرجع. لا تخافي، الخوف يخلي الشي يصير على الحقيقة. طيب فهميني، ليش عطاني كل هالمصاري؟ إذا بده يغيب 3 أيام بس. عديت المصاري من كم يوم، بتعرفي قديش طلعوا؟ قديش؟ طلعوا قد متقدمي ومتأخري، طلعوا قد نقدي يا أمي. أوعي أوعي تحطي هالشي ببالك يا أمي، ترى بتنسلع عافيتك بدون ما تحسي. ليش أنا صفيلي عافية؟ حاسة حالي خربانة من جوا، حاسة روحي نشفانة وماني قادرة أعمل شي، مكسورة وما حدا حاسس فيني. أنا اللي حاسة فيكي، أنا لازم طيبي يا أمي لحتى أحمل الهم عني. أنا لازم أضل جنبك يا حبيبتي، أنا رح أطيب، راح اضل جنبك، اكيد اكيد راح اضل جنبك يا نورا. حبيبتي انت ليه مش عايزه تسمعي كلامي؟ كلامك على عيني وعلى راسي يا يوسف. صدقيني وجودك في مصر اهم بكتير من وجودك هنا. انت عايز تخلص مني وخلاص. يا حبيبتي رجاء لوحدها في مصر، ما ينفعش نبقى بعيد عنها احنا الاتنين. ما اقدرش اسيب كمال وهو في الحالة دي، مش عايزة اسيبك لوحدك. ولا انا مسدس. رجاء مسدس. فاضي فاضي، لا تخاف، هذا الولد مشران يعني بروحك قبل ما توصل له. بتحط المسدس براسه وبتقول لي يطلع كل شيء معه مصاري، واذا ما رضى بتربطه بالحبل وبتصير تدور عليها، بتضل تدور لحتى تلاقيها، فهمت؟ قديش معه مصاري؟ ولك معه كثير كثير، هابش هبشه كبيره. والله انا خايف يا ابو اياد، يعني بلكي عملنا شي شغله هذا وطلع على ظهر السفينه وفضحناه. ما بيسترجي، بروح فيها قبلنا. يلا زين. هيك ان شاء الله صحتين وعافيه. عارفك يا امي، والله يا خالي ام الميش، لو المدام نورا بنتك ما بتخاف عليكي هيك. هي نورا اغلى من بنتي يا ستي. الله يخليكم لبعض. دكتور بكره فينا نطالعها؟ لا 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 لا، بكره ولا بعد. ام الميش ضغطها نازل وجسمها ضعف من هالصيام الطويل، وبدها فتره لحتى يرجع لحالته الطبيعيه، وبدنا من خالتي ام الميش تهتم بصحتها اكثر لحتى نضل اصحاب، مو هيك؟ هاي شربت الزبدية كلها. هاي شربتي، بس الأكل جاي على الطريق. يعني رح تجيبوا سمك؟ تكرم عيونك. أول ما الدكتور يؤمر رح أجيب لك السمك اللي بتحبيه. يلا تصبحي على خير. وأنتم بألف خير. انبسطتي يا نور؟ طبعاً انبسطت، لكن شو؟ بدي اياكي ما تاكلي همشي. ان شاء الله بوجودك ما في هم. كيف يا امي؟ وانت من وقت ما دخلت على المستشفى ما طلعتي من الاوضه. لوين بدي اطلع يعني؟ مطرح ما بدك روحي. خدي المفتاح مني وروحي على بيتنا على الشط، وين ما بدك روحي يا امي، روحي شمي هوا. ابدا، رجلي على رجلك. بتعرفي لمين اشتقت؟ مين؟ شاهين. شختورة. ايه اللي بتعمله؟ شو فواتك لهون؟ مين طلعك على الباخرة؟ احكي أحسن ما خلي الرصاص يغني. ها؟ طلع كل شي معك مصاري وحطهم قدامي هون. يلا مصاري؟ لو معي مصاري ما كنت شفتني قاعد فوق حاط رجل على رجل. عم قول لك طلع. والله العظيم ما بعرف، أنت متأكد إنه معي مصاري؟ كان في واحد بيسافر من بلد لبلد وما بيكون معه مصاري؟ أكيد هبش لك شي هبشة كبيرة وهربان فيها. هبشة؟ وما هي غير 150 ليرة تعال كلها وقت العازة، إذا بدك هن بعطيك إياها. رد لي جوعتك. اتحرك اتحرك، جلس ظهرك. والله حط إيديك ورا ظهرك. أمرك أمرك. ها أها، أي حركة منك رح خليك تقول يا رحمن يا رحيم. متضايقة يا بنتي ما؟ شو هالورقة اللي بإيدك؟ هذا كرت رفيق يوسف، اسمه منير محمود، عنده مكتب هون باللاذقية. بتعرفيه؟ اجتمعت في مرة بالأوتيل لما كنت مع يوسف. هو موجود هون؟ بعتقد بين مصر واللاذقية. عنوانه على الورقة؟ ايه امي، عنوانه ورقم تليفونه. طب ليش ما بتروحي لعنده وبتسألي عن يوسف؟ أنا هاد اللي عم فكر فيه. يا رب احمي نورا، يا رب خليها تسامحني. وين مخبي المصاري؟ قلت لك وما صدقت. بضربك بكعب المسدس على راسك لحتى اطلع بذرة مخك. وينن؟ هاي البابور كله قدامك، فتشوا، إذا لقيت فرد سوري حلال عليك. بيظهر إنك حابب تموت. الله يخليك فكني، ما بأذيك. أحسن من بلا شيء. وينه غدا؟ راح يطلع الصبح. شو هدول؟ هذا كل شيء لقيته معه. عم تمزح؟ الله وكيلك ما خليت محل ما فتشت فيه، حتى البواري فتشتها. ولك انت اجدب ولا؟ قلت لك الزلمه هابش هبشه كبيره، كبيره كثير. وين بده يكونوا مخبيهم يعني؟ وشو بيعرفني؟ إذا ما مصدقني نزيل أبو إياد، أنت نزيل فتش بإيدك. العمى، إذا اللي عم تقوله صحيح، معناتها ما معه يدفع لنا. أبو إياد أنا برأيي تمسكوه وتشتوا بهالبحر وتريحنا منه. روح 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 روح، خلصني، شي، مساك، خدهم ما بدي إياهم، روح. لا 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 لا، لك مين عامل فيك هيك؟ ما بعرف، نمت فقت لقيت حالي مربى. شو هالحكي؟ تعال فكني، تعال تعال. لك مين فات لعندك؟ أصلاً كيف قدر يفوت لهون؟ ما بعرف، تعال فكني خلصني. بتعرف علي الحال هول بتصير لنا مصيبة. قرب قرب لشوف، لعمك كيف فايت هذا لعندك؟ ما بعرف، كنت تارك الباب مفتوح. أعوذ بالله، عينه وباو، كلهم مسكرين. انت ما شفته للزلمه؟ ما والله ولا ما شفته. لك نوعين. انت لمين قايل انه انا هنا؟ لا لكش مجنون انت لك شختوره؟ معقوله انا اخرب بيت حالي بايدي؟ المهم ما لقى المصاري. مين قال لك انه ما لقى المصاري؟ شلحني 2000 ليره من قبضه القميص. لا شو هالحكي؟ بس طمن بالك مصاريك ومصاري الزلمه مخباهم بمحل ثاني ما شافهم. لحمه 2000 ليره؟ اه و150 ليره كانوا بجراباتي. يعني هلا لما بدي اعطيكم مصاريكم انت والزلمه رح ضل انا على الحديده. خلص ولا يهمك. اذا لزمك شيء انا بعطيك. كفو 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 يا ابوي يعني. جيب لي اكل معاه. وجهه ألف حمد لله على السلامة يا حبيبي. كلنا حنبقى مستنيينك في مصر. يلا بقى ما تتأخرش على مدرستك يا بطل. بوسيلي رجاء وتيتا وخاله وفتحية كمان. حاضر يا حبيبي من عينيا حاضر. يلا يا ماما عشان ما تتأخريش على رجاء. يلا سلوى. الحمد لله. ليكوا يا فوزي، صحيح أنا آدمي مع الأوادم، بس مع اللي بيقدروا فيه نيابي طويلة، قسما بعزة الله بشيلها لا أرصوبتك. طول بالك أبو إياد، طول بالك وفهمني شو القصة. وين ال 2000 ليرة لا؟ 2000 شو؟ لك ال 2000 ليرة اللي أخذتهم من شخطورة. على مهلك، على مهلك، خليني استوعب بالأول. فوزي أنا أخذت من شختورة 2000 ليرة؟ آي أخذت 2000 ليرة وبدك تطلعهم أحسن ما طلع لروحها. لا يا سيدي طلع بروحي. أنا ما أخذت منه 2000 ليرة. ولك هو قال لي بعضمة لسانه. لسانه ليش إله عظمة؟ ليك يا فوزي لا تخيل علي، ال 2000 ليرة بدك تعطسهم عطس. شو بدي أحلف لك إني؟ لا تحلف ولا تتعذب، لأني ما راح صدقك. وين المصاري لا؟ ما في مصاري. لا في. ما أخذت مصاري. وين المصاري يا بالله؟ ما أخذت مصاري. لك تعال هون لا. ما بدي. تعال هون لا. مش قادرة امشي يا يوسف، مش قادرة. ما ينفعش يا سلوى، لازم تسافري. لا لا مش قادرة. كده هتتأخري على ميعاد الطيارة. مدام نورا اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. كيف صح استاذ؟ اهلا وسهلا بيك. تفضلي تفضلي يا فندم. تفضلي حضرتك. منوره. امال يوسف مش معاكي ليه؟ يوسف سافر بعد ما شفناك بفتره قصيره ولهلا ما رجع. يرجع لك بالسلامه ان شاء الله. في واحد صاحبي فعلا شافه في مطار القاهره. مطار القاهرة؟ بس هو قال لي إنه مسافر لتركيا. جايز غير رأيه. غير رأيه بدون ما يقول لي؟ والله مش عارف حكايته إيه. الظاهر حصلت معاه حاجات ما كانتش متوقعة. شو قصدك؟ ما حاولت اعرف مين هو؟ بقول لك فهنا 100 زلمه على ظهر البقره، كيف بدي اعرفه؟ طيب اسالني شو اوصف يا بو. هذا عيون السوق وبحيطان ال50، شعراته خفاف من قدام وطوال من ورا. كثيرين اللي بيحملوا هالاوصاف. قلتك راحوا علي ال2000 ليره. ما بعرف ليش ماني مصدقك انه راح عليك 2000 ليره. بس انت مصدق انه راحوا علي 150 ليره، ما هيك؟ اه هدول بينبلعوا، بس 2000 ليره. قلتك برجع مره ثانيه. اذا ما لقى شيء ليش بده يرجع؟ هيك المره الماضيه اخذني غدر، بس هالمره والله العظيم ذكرته بهيئه. لك خلاص هلا، خلاص بقى ضبها ضبها هلا. قول من ساعة ما سافر لغاية دلوقتي ما عرفتيش عنه أي حاجة؟ سيد منير بأسئلتك هي عم تخوفني أكتر ماني خايفة. حضرتك متزوج؟ أيوه، وعندي بنتين وولد. حلفتك بالله الله يخلي لك ياهن، لا تخبي عني شيء. اعتبرني أختك مثل ما قلت. يوسف صار له شيء؟ اطمني يا مدام، يوسف بخير. يوسف طيب وغلبان وابن حلال، وانا اعرفه كويس جدا واعرف كل حاجه عنه. بس اللي مش قادر افهمه ان حضرتك ازاي تتجوزي حد من غير ما تعرفي اي حاجه عنه، من غير ما تسالي هو مين. يوسف كان كتاب مفتوح قدامي. عايزه نصيحتي يا مدام نورا؟ ما تستنيش يوسف، يوسف مش هيرجع. ليش؟ يوسف متجوز وما طلقش مراته زي ما قالك، دي لسه على ذمته وعنده منها ولد وبنت. حاجة تانية مهمة لازم تعرفيها، مامة يوسف بتحب سلوى مرات يوسف قوي وهي اللي مربياها، مش هتقبل أبدا إن ابنها يسيب مراته وعياله ويتجوز واحدة تانية. دي هتغضب عليه قوي وهو مش حمل غضبها. وجايز زي ما قلت حضرتك من شوية إن الفلوس اللي سابها لك دي المتقدم والمتأخر بتاعك. لازم تعرفي برضه إن يوسف غلبان ومظلوم مع مراته، بس مامته ما بتقدرش وضعه ده. يوسف لو زعل حد في حياته يبقى غصب عنه. ما تزعليش يا مدام نورا، ده يوسف. بس خلاص لا تكمل لا تكمل، ما حبيت أنا أستوعب شيء. لا انا يعني شو بعرفني اذا انت اللي عم تكذب علي ولا هو؟ لا ابو اياد، هلا انت بتعرفني منيح، بس هو من الا وين؟ بدنا بتعرفه. لك طيب بس شو له مصلحه يكذب علي؟ لك يا اخي بده يوقع بيني وبينك، لاني هنته وضربته واخذت منه 150 ليره. ليش اصلا؟ هو بيعرف اني انا بعرفك؟ يا الله، يعني هيك معقول كون نازل لحالي لعنده بدون ما تكون انت باعتني؟ اكيد شاكك فيك. طيب شو رأيك ننزل أنا وأنت لعنده، نربطه ونقتله ونفتش المطرح سنتي سنتي؟ لك ليش أنت هديك المرة ما فتشته سنتي سنتي؟ لا أبو إياد، هيك مطرح ب10 ساعات ما بتفتش، بس هلأ بنفتشه أنا وأنت وبعدين بنهدده بالقتل. وأنت ما هددته بالقتل؟ لك هالمرة بنهدده آي عن جد. هديك المرة هددته عن مزح. لك شو عم بمزح معه أبو إياد؟ بس هالمرة بنضغط عليه أنا وأنت حتى يعترف. طيب وإذا ضل أنت منيح؟ بتاخد مصراتك منه أنت والزلمة وبتقتله وبتشلحه بالبحر، ولا مين شاف ولا مين دري. أنا؟ أي أنت، لكن أنا؟ شو قلت؟ ما بعرف، اتركني قلبه براسي شوي. أنتوا تجوزتوا بعقد رسمي؟ طبعا. طب والعقد ده معاكي ولا معاه؟ لا معه. مش مهم، تقدري تطلعي نسخة عنه. عقد الجواز ضروري يبقى عندك نسخة منه، ده الشيء الطبيعي. بس انت لازم تشوفيه وتعرفي منه هو عمل كده ليه. وانا مستعد يا ستي اسافر معاكي مصر عشان تقابليه وتواجهيه، ولازم هو هيعترف بيكي. لو بده يعترف فيني ما كان كذب علي. ده بقى موضوع تاني. هذا هو الموضوع. يوسف كان كل الوقت عم يكذب علي. شو بدك كان يروح لعنده أعمل؟ روح قل له اعترف فيني زوجة وبعدين طلقني؟ روح لعنده على بلده وقل له مشان الله خليني على ذمتك. هيك بكون عم خليه يذلني مرتين، وأنا مستعدة أموت ألف موتة وما وطي راسي إله. مش ممكن يبقى عنده مشكلة كبيرة مش قادر يقولك عليها، ثم أنت ليه معتبرة إن يوسف غدر بيكي وطعنك؟ ما وقفت على يوسف من لما أجيت على الدنيا، وأنا الحمد لله اللي معي عقد الزواج وقال لك اتفضحت. طب إيه رأيك؟ تحبي نكلمه في التليفون؟ لا لا أبدا لا، أرجوكي استني شوي، خلينا نعمل محاولة علشان ما نبقاش ظلمناه. يا سيدنا يا نجوة، نجوة اطلبي لي مكتب يوسف في القاهرة. أنا شايف إن المرحلة الحرجة عدت وصحته بتتحسن يوم بعد يوم. طب وإحنا نقدر نطمن عليه في خلال قد إيه يا دكتور؟ في خلال أسبوع بالكتير. اتفضل معايا. ألو؟ السلام عليكم. من فضلك ممكن أتكلم مع السيد يوسف؟ طيب مع السلامة. شو قالوا لك؟ ولا حاجة. ما تزعليش يا مدام نورا، يمكن كل الكلام ده يبقى له مبرر. مبرر شو؟ كل شي واضح، هو ما راح يرجع يوسف اللي حبه، وأنا ما رح أرجع نورا اللي كرهت كل الرجال وحبت يوسف. هذا حظي من الدنيا، خلاص، وأنا ماني مستعدة أحتم حياة مرته وأولاده، وما رح يتصلح لي كسر. خلاص بتمنى منك يا مدام نورا. آسفة كتير من وقتك، بتشكرك على كرم أخلاقك معي. طيب ممكن أقدم لك أي حاجة؟ أخدمك بأي حاجة؟ لا ولا شيء، يسلم. وينك عم بتدوب عيوني، شو عامل فيك الوداع يا خوفي تصدق ظنوني، وانطر بعمر الضياع. وعينك عم بتدوب عيوني، شو عامل فيك الوداع يا خوفي تصدق ظنوني، وانطر بعمر الضياع. لا تطفي آخر شمعة بحلمي، ولا تضيعني بليل العتمة. عاورني وشد علي الضم، عم بنده من قلبي رجاء.